كانت مدينه الزائره هذه في طليعه المدن التي اقتحمت بشجاعه ويقين غمره الكفاح المستبيد دفاعا عن كرامه العرش ومن اجل استرداد حريه بلاد الاستقلاليه. انها شهاده حيه في حق ابناء وجده الابرار واعتراف صادق بجميع الاعمال التي قدموها خدمه للوطن من اجل نصره الحق وعوده الشرعيه. انها اللقاء ومثيله من المناسبات التي دأبنا على ترسيخها في كل مناسبة وحيد هو جهد يتوقع من خلاله إبراز مفاخر الرموز ورجالات الاستفاح الوطني في هذا البلد الأمين المجاهد والتعريف بفضائله وجميع أعماله في إطار إحياء ذكريات هذا الوطن وحث الأجيال على تصفح تاريخ الإنجاز ومرحلة استفاح بلادنا لتكون لهم إبرازا مليئا يستمر به حتى يبقى اعتزازنا في انجاز ماضينا حافزا لنا على بناء المستقبل. وتتاح لنا اليوم فرصه جديده في هذا المقام للتذكر مذكور اعمال المقاوم المرحوم بحر الجاي الذي كان بانقياد المقاومه والتحرير بهذه الرضوع المباركه الى جانب المرحوم عبد الرحمن حجيره وعبد الله السجلي فقد لعب المرحوم ادوارا مهمه ومتعدده سواء داخل مدينة وجدة أو خارجها حيث أبان عن شجاعة قوية وشهادة كبيرة وتمسك بمدينه في وطنه وملكه وتعرض للاعتقال وزج به في السجن وحكم عليه بـ20 سنة وبقي وراء القضاة إلى أن رجع المقتول محمد الخامس إلى المدينة. كما يشرفني أن أذكر في هذا المقام المقاومة السيدة ربيعة الطيبي بن رابح ابنة هذه المدينة العريقة التي انضمت الى صفوف المقاومه تحت امره المرحوم محمد الغداني وامتازت بالشجاعه حيث زودت المنظمه التي كانت تنتمي اليها بمسدس اشترته من مالها الخاص كما كانت لها علاقه باحدى المنظمات الفدائيه من دار البيضاء التي كان يترأسها المرحوم بشير السلامه وقد لعبت بجانب هذا الفقير ادوارا مهمه. وباعتزاز كبير وفخر يستحضر جميعا اسم علم اعلام هذه المدينه انه المقاوم السيد بالخير بن رابح الرجل الذي اثنى زهرة شبابه في خدمه هذا الوطن الامين حيث كان من رواد هبوط منظم الثوره المباركه التي عرفها في الاقليم يوم 16 1959 مما عرضه للاعتقال والمحاكمه من طرف المحكمه العسكريه التي ادانت بسنتين سجن قضاها بين السجن المركزي بوجده والسجن المركزي بالطويله فقد كان مناضلا منذ نهومة أظافره وطيلة حياته حبا بالأداء الجميلة في كل الميادين. ولا يفوتني في هذه المناسبة التاريخية الثانية أن أنوه لأحد المجاهدي الأبرار وأحد أعلام المقاومة في هذه المدينة العريقة من المقاوم السيد محمد البلاد الذي يعتبر من الأوائل الذين أدوا لقسم الكفاح من أجل الكفاح من أجل تحرير البلاد من براثن الاستعمار. لقد انضم الى المنظمه السريه بوجده والتي قام افرادها بعده عمليه فضوليه اربكت المستعمر ومنها عده اغتيالات في صفوف العدو وقد شارك هذا المجاهد شخصيا في هذه العمليات كما يشهد بذلك احد مسؤولي هذه المنطقه. من قاده الجهاد في هذه المنطقه استحضر فضائل المقاوم محمد القاسمي الذي تميزت اعماله في بدايه الامر بتزويد المنظمه التي كان ينتمي اليها بالسلاح وبعد تأسيس جيش التحرير المغربي الذي يعد أحد المسؤولين به أريد فيه مهمة سياسية من هذا الجيش حيث شارك فيه عدة معارك بابن درار وابن زنازي وابن أجل ذلك الباب الحسن. هي أستاذ الأماجد لقد أنجبت مدينة وجدة المناضلة رجال الأشاوش عرفوا بحبهم لوطنهم وملكهم وبتضحياتهم بكل ما أوتوا من مال وجاه وغالي ونفيس للدود عن حوز وحوزة الوطن وهم كثيرون والحمد لله فإلى جانب الدلة المذكورة التي نكرمها اليوم تأمر الاستعانة بذكر المقاوم حلاف إبراهيم الذي التحق بسبب جد تحرير الإفريقي حيث شارك في أهم المعارك التي غارت رحاها بهذه المنطقة فكان محور المجاهد الشجاع الذي شقق كل غالي ونفيس من أجل عزة تحرير هذه الدولة فإلى هؤلاء الرجال الصامدين والمجاهدين ومن خلالهم إلى كل المقاومين وأعضاء جيش التحرير في هذه المدينة أتوجه بجزيل الشكر وخالص الإحسان
أمام أسباب بلده بالخدمات الجلة، سائلين الله تعالى أن يرحم الشهداء المتوفين منهم ويطيل في قبر أحيائهم وأن يخلد أعمالهم لتكون عبرة الأجيال الصاعدة ونهجا ينهجونه بالسير في درب التقدم والبناء والتشبث بالقيم الجميلة، قيم المواطنة، قيم الشهامة والعزة والكرامة والتضحية. تقبض الله بواسع رحمته شهداء الأبرار وأسكن في جنة الخلد بطل تحرير الملك المقدس جلالة مقبول محمد الفارس طيب الله أبرار وبان البقي من حديث جلالة الملك المقبول أبو الحسن الثاني أكرم الله مثواه وحافظ من سبع المثاني وارث ثيابه جلالة الملك محمد السادس وحافظ الله أمير جميع المولى الرشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة من دون سبيل المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.